السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة محاضراتنا العلمية الأسبوعية في هيئة الشارقة للآثار، ويشرفنا اليوم بأن نرحب بضيفنا من الجمهورية المصرية الدكتورة هند أحمد أبو شاهين، حيث تشارك معنا اليوم خبرتها بمحاضرتها المعنونة بالموروث الأثري في مقاطعتي نوميديا وموريتانيا من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي. الدكتورة هند أحمد أبو شاهين حاصلة على الدكتوراه في الآثار اليونانية والرومانية في العام 2019، وعلى الماجستير في الآثار والدراسات اليونانية والرومانية في عام 2016، وحاصلة أيضا على ليسنسل في الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية في العام 2012. دكتورتنا ملمة للغتين الألمانية والفرنسية فيما يحتاج التخصص الآثاري، دارسة للغتين اليونانية واللاتينية القديمة، تعمل حاليا كرئيسة قطاع تنشيط السياحة بمجلس الشباب المصري بالقاهرة، عضو في اتحاد الأثاريين العرب منذ عام 2015، رئيس لجنة تنشيط السياحة بمجلس الشباب المصري بالقاهرة لعام 2017، عضو فريق CTE بإدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومتطوع كمرشد سياحي للبطولات المقامة ضمن أنشطة الفريق. تم ترشيحها من قبل جامعة الإسكندرية لجائزة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري لأفضل بحثين في الحضارة والآثار القديمة في الاتحاد العام للأثاريين العرب لعام 2016. شاركت بالعديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، ولها العديد من الأبحاث العلمية والمنشورة بمجلات علمية محكمة. دكتورة هند، تفضل المايك معك. دكتورة هند؟ تمام، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا على التقديم، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شرف كبير جدا 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 ليا كوني ان انا موجوده النهارده مع حضراتكم على منصه واحده. الشارقه اثبتت كتير، ويعني الفتره اللي فاتت كان ليها فضل في ان احنا نعرف اثريين كتير وان احنا نعرف معلومات كتيره في الاثار. طبعا الشكر والتحيه الاولى والاخيره لاستاذنا الدكتور عيسى يوسف رئيس الهيئة، وبنوصل له التحية والتهنئة الكبيرة جدا على حصوله على جائزة الأثريين العرب هذا العام. إن شاء الله هيكون لنا شرف مقابلة مع حضرته في اتحاد الأثريين العرب السنة دي بإذن الله. شكرا جزيلا على الاستضافة، وطبعا شكرا جزيلا لكل اللي كانوا قائمين معايا. أستاذة عهود كانت يعني شخصية لطيفة جدا وشافت كل الأمور واللي احنا محتاجينه. هنبتدي فورا المحاضرة، وإن شاء الله بإذن الله مش هنطول. بإذن الله أنا هتكلم على ما تم دراسته في خلال 5-6 سنوات فاتوا من خلال الماجستير والدكتوراه الخاصين بيا، اللي كانوا بيتكلموا على مقاطعتين في مقاطعات بلاد المغرب القديم، وهي مقاطعتي نوميديا وموريتانيا. استخدمت يعني اتكلمت عن المقاطعتين، نوميديا كانت في الماجستير وموريتانيا كانت في الدكتوراه. اتكلمت اكتر على النحت، ولكن كان عندي طبعا خلفية معلومات كتيرة جدا عنها من خلال العمارة، وطبعا من خلال زيارتي اللي قمت بيها ولفيت اكتر مناطقها الأثرية. فدلوقتي إن شاء الله هنتكلم عن الموروث الأثري في المقاطعتين من قبل الميلاد وحتى قرون ما بعد الميلاد. ليه المقاطعتين دول أنا اخترتهم تحديداً؟ اخترتهم لأن هما داخل حدود دولة الجزائر، إلا قسم من أقسام مقاطعة موريتانيا، وأنا بحكم أني كنت موجودة معاهم، وبحكم أن المكان والمقاطعات والأثار اللي هناك تستاهل الكلام والحديث، وكمان الدراسة وأن احنا نعرف عنها الكثير والكثير، فكان لازم ولا بد أن احنا يعني ان انا هتكلم عنهم النهارده، وان انا هتكلم عن دراستي بشكل يعني مخصص. ان شاء الله يعني مبدئيا كده انا حبيت ان انا احط صورتين للمواقع الاثريه اللي موجودين، وهم اشهر المواقع الاثريه اللي موجوده داخل دوله الجزائر داخل المقاطعتين. الصورتين، الصوره اللي على الشمال، الصورة اللي على اليمين اللي عليها التلج دي خاصة بموقع ومدينة جميلة أو كويكول، هي مدينة رومانية وكان فيها آثار رومانية هنتكلم عنها بالتفصيل داخل
المحاضرة، والصورة الثانية ده مجسم لمدينة تمجاد، واللي طبعا معروفة جدا 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 داخل مقاطعة نوميديا. ولكن الحديث هيكون عن آثار أكتر وعن مواقع أكتر. خلينا إن احنا نتفق على اتفاق قبل ما نبتدي المحاضرة، المواقع تختلف عن المتاحف في الجزائر، بمعنى إن كل موقع مدينة، داخل كل موقع بنسبة كبيرة جدا جدا بيكون في متحف. المتحف بيضم أغلب الآثار اللي لقوها داخل الموقع والمواقع المجاورة أو أقرب المواقع لموقع المدينة الرومانية نفسها. يعني تمجاد هيبقى فيها الآثار أو الموزايك اللي تم العثور عليه داخل المدينة وداخل الآثار أو المعمار اللي داخل المدينة، وبيتم وضعه داخل متحف تمجاد. وممكن هنلاقي في تمجاد بعض القطع الأثرية اللي يعني تم العثور عليها في مدن قريبة من تمجاد. نفس الموضوع في جميلة، نفس الموضوع في سطيف، ولكن بعض المناطق وبعض المدن في الجزائر كان بيبقى فيها متحف خاص بيها، مش لازم يكون في موقع لموقع يبقى معاه متحف. ممكن كده وممكن كده. فإن شاء الله هنبتدي المحاضرة وهنشوف الكلام ده بالظبط. أول حاجة هنبتدي بيها هو الموقع الجغرافي للمقاطعتين. مبدئياً هو بلاد المغرب القديم هم ثلاث دول موجودين على أرض الواقع حالياً، هي تونس والجزائر والمغرب. الثلاث دول دول في العصور القديمة كانوا ثلاث مقاطعات، أفريقيا البروكونسولية ونوميديا وبعد كده موريتانيا. أفريقيا البروكونسولية اللي موجودة في تونس حالياً واللي بتبتدي بلاد المغرب القديم، ليه تسمت المغرب؟ لأن هي كانت في أقصى مغرب أو أقصى غرب شمال أفريقيا، تمام؟ فإحنا أنا ما تخصصتش في مقاطعة أفريقيا البروكونسولية، ولكنها هي كانت بداية الناحية الشرقية من بلاد المغرب القديم. طبعاً تم تأثيرات وتأثرات كتير جداً، تم ضم بعض المواقع الأثرية مع أفريقيا البروكونسولية على حسب الحكام والملوك، وبعد كده تم أخذها بواسطة حكام آخرين، ولكن ده مش موضوعنا. أنا هتكلم في المواقع اللي بتخص المقاطعتين التانيين فقط. ومن الغرب من أفريقيا البروكونسولية هنلاقي نوميديا. نوميديا موجودة على الخريطة، الحتة اللي أنا بتك عليها دي اللي هي نوميديا، تمام؟ نوميديا موجودة في أقصى شرق الجزائر، وهي بتمثل نسبة كبيرة جداً 90% من الشرق الجزائري حالياً. حدود نوميديا داخل الجزائر من قديم الزمان وحتى الآن، نوميديا ملهاش أي حدود خارج الجزائر ولا ليها أي مدن خارجها. في بداية الغرب الجزائري هنلاقي موريتانيا، موريتانيا سيزيريا اللي هي حاليا شرشال وتيبازا، دول المدينتين اللي يعني رئيسيتين في موريتانيا. موريتانيا مقاطعة موريتانيا، مقاطعة موريتانيا عامة كانت بتنقسم إلى ثلاث أقسام: موريتانيا القيصرية اللي هي أنا بضغط عليها اللي هي تيزرس دي، وبعد كده يعني تسمت نسبة إلى مدينة قيصرية، واللي بعد كده اتقال عليها أيول، فيما بعد اتقال عليها شرشال الحالية. وبعدين في أقصى الغرب كانت نوميديا بتنقسم في البداية إلى جزئين، جزء شرقي وجزء غربي. الجزء الشرقي اللي هي ماسيليا، وبعد كده الجزء الغربي اللي هو مازاسيليا، اللي أصبح فيما بعد موريتانيا طنجية، واللي موجودة على الحدود الجزائرية المغربية الحالية، أقصى غرب الجزائر مع الحدود الشرقية اللي هي طنجة، اللي هي موجودة على حدود المغرب مع الجزائر. وبعد كده في أواخر القرن الثالث الميلادي تم ظهور قسم جديد من أقسام موريتانيا، من أقسام مقاطعة موريتانيا، واللي سمي بموريتانيا الصيفية، الصيفية، واللي كانت
فيما قبل يعني بتتبع مقاطعة نوميديا سيتي فيس أو الصيف الحالية، وبعد كده تم ضمها إلى موريتانيا، إلى مقاطعة موريتانيا، فأصبحت موريتانيا معانا ثلاث أقسام في أواخر القرن الثالث الميلادي. دي بعض المدن اللي بتوضح المدن داخل المقاطعتين. طبعاً في أقصى الشرق موجود معانا مقاطعة أفريقيا البروكونسولية أو أفريقيا بروكونسولير، وبعد كده نوميديا اللي هي كانت عاصمتها سيرتا. طبعاً احنا هنتكلم على متحف سيرتا وكونستانتينا علمياً أو قسنطينة بالدرجة حالياً أو اختصاراً ليها يعني قسنطينة، وبعد كده معانا كمان سيزيريا أو شرشال، وبعدها بحاجة أو قبلها هنا في موجود تبازا. طبعاً إيه دي موريتانيا قيصرية وموريتانيا طنجية اللي موجودة على حدود المغرب والجزائر معاً. طبعاً المقاطعتين كانوا بيضموا مواقع أثرية ومدن أثرية كتيرة جداً. أنا هتكلم على مخططات بعض المدن دي، ولكن أنا هستفيض في الكلام على بعض المدن، يعني على جزء منها مش على كلها، لأن أنا يعني ما فيش وقت ممكن يكفي أن أنا أتكلم على المنطقة كلها ككل أو أن أنا أغطيها كاملة، لأن هي محتاجة وقت كبير جداً. هنتكلم على مخططات المدن النوميدية والموريتانية في العصور القديمة. معانا أول مدينة، واللي كانت يعني أنا دائماً وأبداً بقول عليها أن هي اسم على مسمى، مدينة كويكول قديماً، ومع دخول العرب إلى المنطقة سميت باسم جميلة، وبعد كده اتحرفت حالياً إلى دي جميلة مع تعطيش الجيم. جميلة عامة هي موجودة داخل أو في باطن تلين، هي في يعني بنيت مع التقاء التلين دول. طبعا هو مش واضح هنا وواضح في صورة تانية وفي صور كتيرة جدا، ولكن هي كانت من أكتر المدن المميزة في عمارتها، بتشمل عمارة في يعني العمارة الرومانية بكل الأشياء، معابد، قصور، منازل، كمان معانا حمامات، معانا أكبر معمودية في شمال إفريقيا، كاملة متكاملة. وكمان كان بيميز المعابد اللي كانت موجودة داخل مدينة جميلة أو كويكول إن هي مخصصة كل معبد لإله واحد أو لإمبراطور واحد، وده ما كانش بيحصل كتير في المعابد اللي كانت موجودة داخل المنطقة. بالعكس، ده كانت المعابد دائماً بتخصص لأكتر أو مجموعة من الآلهة، سواء الآلهة اللي بتخص البحار أو بتخص الزراعة، فما كانش فيه تخصيص لإله معين بمعبد إلا في مدينة جميلة، وده اللي هنعرفه بعد كده. معانا كمان مخطط لمدينة الصيف، الصيف اللي هي تم إضافتها لأقسام موريتانيا ومقاطعة موريتانيا في أواخر القرن الثالث. طبعاً هي أغلب المنطقة إن هي على جبال أو على تلال، فكانت يعني بتتميز بالسياحة أو بالوجود الصحراوي أكتر أو الجبلي أكتر. في مناطق تانية طبعاً كانت بتتميز بالوجود الساحلي أكتر، وده اللي هنعرفه بعد كده. كمان معانا مدينة تبازا، المدينة دي من أقرب المدن اللي موجودة في الجزائر وفي موقع شرشال أو في موقع موريتانيا قيصرية، بجد القلبي رائعة رائعة. المدينة على مساحة 2000 كيلو متر مربع على ساحل البحر المتوسط، كاملة متكاملة، كل المواقع وكل العمارة اللي موجودة فيها حتى المقابر كانت على ساحل البحر المتوسط، ودوت اللي هنعرفه فيما بعد. طبعاً كانت زاخرة بالعمارة، سواء معابد، سواء منازل، سواء مقابر، سواء بازيليكا، طبعاً كانت كاملة متكاملة على ساحل البحر المتوسط زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم. اللبن اللي فوق ده كله ساحل البحر المتوسط، وطبعاً الأبيض ده كله التخطيط العمراني الخاص بيها.
كمان معانا مدينة تمجاد وتخطيط مدينة تمجاد، المدينة الأشهر على الإطلاق في منطقة بلاد المغرب القديم. طبعا هي المدينة كاملة كبيرة جدا جدا جدا، ليها امتداد كمان بيزنطي ومجمع بيزنطي بجانب المدينة الرومانية. وزي ما حضراتكم عارفين إن العصور كانت مختلفة شوية في المنطقة، يعني قديم ما قبل الميلاد، بعد كده روماني، وبعد كده بعد ما الروماني خلص دخل الوندال، ودول أخدوا فترة من الزمن مش كتيرة ولكن برضو يعتبروا عصر. وبعد كده دخل البيزنطي، ومنها دخل الحكم العربي، بعد كده رجع البيزنطي تاني، وبعد كده دخل الحكم العربي على يد عقبة بن نافع في تقريبا 60 أو 660 ميلادي. فالمهم إن كانت المدينة ليها امتداد للتجمع البيزنطي أو مجمع بيزنطي آخر بجانب العمارة الرومانية اللي كانت موجودة فيها. طبعا بتتميز بالعمارة الرومانية الرائعة واللي كلنا نعرف عنها الكثير، سواء بازيليكات أو حمامات. برضو فيها متحف فيه قطع موزايك، هو مش كبير قوي، مش زي المتحف الخاص بمدينة جميلة، ولكن كان فيه بعض القطع الكويسة جدا ومعروضة بشكل كويس جدا. أنا جبت مخطط هيبون، مع إن هيبون في العصر الروماني اتبعت مقاطعة أفريقيا البروكونسولية، ولكنها في أوائل عصورها كانت بتتبع نوميديا. تمام؟ في المخطط دوت نوميديا، يعني المواقع اللي بتنسب لنوميديا والمواقع اللي بتنسب للعمارة البونية أو اللي هي يعني بتتبع أفريقيا البروكونسولية أو الرومانية. هيبون اللي هي هيبوراجيوس أو عنابة حاليا، طبعا الموقع فوق الرائع على هضبة كبيرة جدا جدا جدا، يعني المتحف على هضبة كبيرة، وإحنا طالعين المتحف دايما بنشوف الموقع الأثري تحته، فوق الهضبة خالص كنيسة أغسطينوس الجديدة دي اللي تم إعادة بنائها مرة أخرى في العصور الحديثة. كمان معانا مخطط لمدينة أخرى وهي مدينة تبسة. مدينة تبسة بتتبع مقاطعة نوميديا، واللي هي يعني من بعض المواقع المهمة برضو، وكان فيها بعض العمارة الرومانية ولكنها بتتبع مقاطعة نوميديا. طبعا هي تبسة أنا مش هتكلم عليها كتير لأن أنا ما رحتهاش وما كانتش محل دراستي قوي، ولكن أعرف عنها بعض المعلومات، وبرضو حبيت إن أنا أحط المخطط بتاعها لأن إحنا لازم نشوف التنوع في وضع العمارة أو وضع المخططات المعمارية لكل مدينة. أما بقى دراسة اليوم أو محاضرة اليوم، هنتكلم عن 6 مواقع، 3 في نوميديا و3 في موريتانيا. فيهم في نوميديا في متحف وموقعين، مدينتين، متحف قسنطينة أو متحف سرتا، ومدينة كويكول جميلة والمتحف الخاص بيها، وكمان تمجاد والمتحف الخاص بيها. أما عن موريتانيا هنتكلم طبعا طبعا عن متحف شرشال ومتحف سيتي فيس أو متحف الصيف، وتيبازا. تيبازا موقع وفيها متحف، ولكن أنا من خلال المتحف ما لفتش نظري إلا قطعة أثرية واحدة، ودي اللي هنتكلم عنها في الآخر. هنبتدي بسم الله مواقعنا والعرض للمقتنيات الأثرية اللي موجودة داخل المتاحف، أولهم متحف سيرتا الوطني أو قسنطينة. قسنطينة كانت في وقت المملكة النوميدية، هي كانت عاصمة نوميديا، وبتتميز بكونها بتضم متحف، المتحف أكبر عدد من الآثار في شمال إفريقيا داخل هذا المتحف. المخزن المتحف نفسه متكتل بالآثار. الآثار لما حضرتك ممكن تعمل زيارة لطيفة كده خفيفة للمتحف، هتلاقي نفسك ماشي ما بين الآثار بتحاول إنك تخرج أو بتحاول إنك تلاقي ممر.
ما شاء الله بجد المتحف رائع رائع رائع، ولكن المكان بتاعه صغير، بيضم أزمنة كتير وعصور كتيرة جدا داخل جدران وداخل العرض الخاص بيه. ولكن احنا هنتفق اتفاق كده صغير قبل ما نبتدي المقتنيات الأثرية. أنا لما جيت اتكلمت على نوميديا اتكلمت عليها في مرحلة فدائية، وده اللي أنا يعني بشهادة كل الناس اللي عرفتهم واللي عرفوا الموضوع بتاعي، اتكلمت عليها في الثلاث قرون الأخيرة قبل الميلاد. لما جي طبعا هي كانت الوقت ده كان زاخر بالآثار وزاخر كمان بالتقدم في كل شيء، يعني كان في اقتصاد رائع جدا، كان في حكم عسكري رائع جدا، كان في حكم يعني حكامهم وملوكهم كانوا قويين جدا. ولكن مع وجود الاستعمار الفرنسي في المنطقة، فالفترة النوميدية، يعني المفروض ان هي بيطلق عليها كده فقط الفترة النوميدية او الفنون النوميدية او الآثار النوميدية، يعني ما ينفعش ان انا اقول عليها إغريقية او ان انا اقول عليها عصر هيلينستي عادي او فن هيلينستي. فلما جه الاستعمار الفرنسي الفترة ديت ما أخدتش حقها زي الروماني في إن هما يبتدوا يدوروا على حفاير خاصة بالمنطقة أو خاصة بالعصر ده، بالعكس هما اهتموا أكتر بالحفائر الرومانية أو الحفائر اللي هتجيب آثار رومانية أكتر علشان يثبتوا نسبهم للمنطقة أكتر، ويقدروا ان هم يتوغلوا ويقعدوا في المنطقة بشكل قانوني. طبعا ده احنا عارفينه في عبر التاريخ يعني. فلما جيت اتكلمت عليها تقريبا ما لقيتش آثار كتير بتتكلم على المنطقة، ولكن حاولت بقدر الإمكان ان انا استغل الفترة في ان انا اتكلم على الفترة بشكل اكبر، وان انا احط تركيز على فكرة نوم ميديا تمام، وان هي لازم تكون موجودة على الخريطة وعلى أذهاننا، يعني ان هي تكون في أذهاننا وان احنا نبتدي نعمل بحث علمي في المنطقة. طبعا لو اتكلمت على نوميديا في العصر الروماني هنتكلم عنها في تمجاد وجميلة، فطبعا هي تختلف تماما. ولكن في الفترة دي انا اخترت بعض المقتنيات الأثرية من داخل رسالتي اللي ممكن ان انا اقول عليها وابقى متأكدة قوي انها داخل الفترة النوميدية دي تمام. اخترت بعض المشغولات المعدنية اللي بتوضح لنا ان الفترة كانت مليئة بالآثار، وكمان ان هي كانت غنية. اولها بعض المشغولات المعدنية اللي بتوضح لنا يعني الثراء اللي كانوا موجودين فيه من الفضة، وكانوا بيتم طلاءهم بالذهب تمام. فمعنا ميدالية بتوضح الإله بوسايدون وهو يجلس على العرش بدون ظهر وممسك في يده الصولجان أو الترايدنت الخاص به، بيوضح لنا إن ملامحه واضحة جدا، وكمان في إتقان في استخدام تفاصيل أو إظهار تفاصيل التمثال أو إظهار تفاصيل الإله. معنا أيضا تمثال أو مشغولات معدنية أو تمثال صغير من البرونز بيوضح لنا إلهة أو فتاة واقفة على حاجة زي قاعدة كده، ويعني بتستند على عمودين، يعني بتاخد شكل الهيئة أو هيئة المعبد اليوناني اللي هو عمودين وعليه شكل المعبد اللي هو الجمالوني، شكل سقف المعبد أو وجهة المعبد، ودوت من البرونز. طبعا التفاصيل واضحة في التمثال، فطبيعي ان ده بداية أو مؤشر لأن المنطقة كانت غنية جدا في الفترة دي، لكن للأسف لم تحظى بالحفاير اللي بتظهر الموضوع ده. طبعا معانا كمان بعض الحليات اللي بتوضح انها كانت بتستخدم في يعني بتركب على مسند أريكة أو على إيد يعني إيد كرسي بنقعد عليه، فدي كانت بعض الحليات من الفضة ومطلية بالذهب، يعني فضة مذهبة. أيضا بتوضح لنا بعض رؤوس الحيوانات اللي كانت متعارف عليها بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وبالذات في بلاد المغرب القديم، سواء الزرافة أو الكلب. مع
معانا بقى اللوحات النذرية واللي كانت ليها يعني حظيت بقى، هي دي كانت أكتر ما حظى بالحظ إن هي تظهر في الفترة النوميدية، القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد. اللوحات النذرية دي خاصة بإله واحد فقط، أو يعني إله وزوجته أو أخته الاثنين مع بعض، الإله بعل حامون والإلهة تانيت. هو ده اللي كان مكتسح الديانة والعبادات في الفترة ما قبل التاريخ في منطقة نوميديا. بعل حامون ليه أصل فينيقي، وتم اقتران اسم حامون يعني نسبة إلى الإله أمون اللي كان متعارف على عبادته، ووصلت لمدى كبير جدا وأخذت صيت كبير جدا في العالم القديم. كل اللوحات النذرية اللي هعرضها لحضراتكم، هي طبعا مش كلها، هي جزء منها، كان موجود تقريبا حوالي 125 نصب تذكاري أو لوحة نذرية في معبد يسمى معبد الحفرة موجود في منطقة نوميديا، وتم أخذ كل هذه الأنصاب أو كل هذه اللوحات وهي معروضة داخل متحف قسنطينة. لكم أن تتخيلوا كمية الآثار اللي موجودة داخل متحف قسنطينة أو متحف سرتا. طبعا معانا بعض اللوحات النذرية اللي كان تقريبا كلها من الحجر الجيري وعليها تفاصيل كتيرة جدا. يعني أول لوحة معانا دي بتوضح لنا الإلهة تانيت، وهي كان ليها يعني شكل معين في التصوير، بتصور على شكل مثلث ورفع ايديها، ودايما بيكون معاها صولجان هيرمس، او صولجان هيرمس ده هيرمس اله او رسول الالهه اليونانيه الاغريقيه، ودائما بيكون معاها بعض الرموز الخاصه بيها زي حبات الرمان زي الهلال وقرص الشمس، بتظهر معاها بعض الرموز المتعارف عليها. وطبعا كان معاها كمان في الجزء يعني الثاني من اللوحه حمل او كبش او خروف، وطبعا ده معروف جدا جدا ما زال لغايه دلوقتي في منطقه بلاد المغرب القديم في الصحراء والرعي والحاجات دي، فده كان من أهم الحيوانات اللي كانت موجودة في المنطقة. وكمان معاها نقش باللغة أو الكتابة التيفاغينية بيوضح إن هذا النصب مهدى إلى الإله بعل حمون. هنلاقي نفس الفكرة في اللوحات النذرية الأخرى، تقريبا نفس الفكرة ما تغيرتش، وممكن جدا إن احنا يعني الإلهة تانيت مع الفيل، الإلهة تانيت بتحمل قرص الشمس أو معها قرص الشمس والهلال، معاها اتنين صولجان، بعض الأدوات الحربية زي الدرع اللي كان الموجود والسيف والحاجات دي، وطبعا كلها بالكتابات التيفاغينية اللي بتوضح لنا انها مهداة للإله بعل حامون وزوجته الإلهة تانيت. برضو معانا ايضا يعني لوحة نذرية اخرى بتوضح لنا الرموز، واخر واحد بقى ده شاهد قبري بيوضح يعني زي انتصار لمتسابق او فوز لمتسابق في مسابقه، وهو يعني مسابقه فروسيه بيمتطي الخيل، وبيوضح لنا وهو مبتسم ومنتصر ومعاه كمان قرص الشمس وبعض الكتابات بالحروف الامازيغيه حاليا او التيفاغينيه قديمه. هنتكلم بقى على تاني موقع، وأهم يعني موقع مهم جدا هو موقع جميلة، واللي زي ما قلت لحضراتكم إنها كانت معروفة إنها يعني بطبيعة صحراوية أو بطبيعة جبلية. ظاهر مع حضراتكم هنا اللي حواليها ده كله بالأزرق أو بالخط الأزرق، ده التلال اللي هي مبنية بالحدود حد الخط الأصفر دوت في باطن التلال. يعني كل اللي داخل الحد الأزرق ده الحد الأصفر ده هي دي المدينة الرومانية كاملة متكاملة. طبعا أنا هاخد مع حضراتكم يعني لو تسمحوا لي إن احنا نروح رحلة للمدينة مع بعض، وأنقل لكم خبرتي أو أنقل لكم إحساسي وقتها كان عامل إزاي وأنا داخلة المدينة. طبعا ده تخطيط للموقع، وكمان هتكلم عن بعض المعلومات التاريخية الخاصة بالمدينة. طبعا هي مدينة بتتبع ولاية الصطيف، يعني الولاية هناك يعني محافظة أو ولاية
تمام. فهي بتتبع ولاية الصيف، هي مدينة من أهم مدن الصيف، وتم تشييدها على يد الإمبراطور نيرفا في عام 96 ميلادي، وكانت على أنقاض قرية لقبائل الأمازيغ. اشتهرت هذه المدينة طبعا بخصوبة أراضيها خلال العصور الرومانية، حيث أنها تقع بين واديين، مما جعلها محطة تجارية اقتصادية من الدرجة الأولى، لدرجة أن بعض الأغنياء في سرتا والصيف وقرطاجة هاجروا إليها واستقروا وبنوا المنازل والقصور. وفي العصر البيزنطي تم تحصين المدينة والمناطق المجاورة لها حتى مدينة الصيف، ونسمع عنها في آخر مرة في عام 553 ميلادي، فحينما اشترك أسقف كويكول في مجمع القسطنطينية الذي عقد في عام في هذا العام، وطبعا أطلق عليها العرب زي ما قلت لحضراتكم اسم الجميلة التي حرفت إلى دجميلة أو جميلة حاليا، وأكيد طبعا من حقها إن هي في عام 82 إنها تضم لقائمة اليونسكو للتراث العالمي. طبعا هاخد حضراتكم لجولة سريعة داخل المدينة، دي شكل المدينة وده جزء من المدينة، الصورة دي طبعا جايباها من النت، متصورة من أعلى المدينة علشان تكشف جمال وجمال الطبيعة هناك. طبعا واضح ان الصورة متاخدة في جو شتوي ونزل على الارض خلاها خضراء. انا لما رحتها في الصيف كانت لسه الرمال صفراء ذهبية، ولكن في الشتاء بتاخد شكل الخضار دوت والزرع ده. طبعا ده معانا اول حاجه المسرح الروماني، ده من تصويري طبعا، بوضح لحضراتكم انها يعني على ارتفاع كبير جدا، انا صورت المسرح على ارتفاع يعني كل ما برتفع او كل ما مش كل ما برتفع، كل ما بنزل لتحت بيبتدي ان هو يقرب، فده كان تقريبا على ارتفاع حوالي 30 متر فوق الارض، و ده شكل المسرح طبعا شكله كبير جدا. انا مش هتكلم على معلومات اثريه للدرجه، انا هحاول ان انا اخدكم لجوله سريعه كده علشان الوقت. ده المسرح من الداخل برضو، دوت كان من تصويري. طبعا شايفين شكل الرمال الذهبيه حلو جدا جدا من قريب. في المدينة الرومانية قوس نصر بيخص الإمبراطور كاراكولا، قوس النصر هذا أحادي المدخل، أحادي المدخل طبعا ده غير قوس نصر اللي موجود في تمجاد، ده دور تراجان وكان ثلاثي المدخل، اللي في جميلة أحادي المدخل. ده سوق اللي كان موجود في فورم المدينة واللي بيسمى بسوق الأخوين كوسينيوس، ده كان معروف إن هو اللي بيع بضائع معينة، وكان يعني ده خاص بأخوين أو تجار بيسموا الأخوين كوسينيوس. طبعا كان من بعض المقتنيات الأثرية اللي كانت موجودة أو المعمارية اللي موجودة طاولة أو اللي بتستخدم في القياس أو الميزان، هنا الطاولة بتختلف عن طاولة الميزان أو طاولة القياس اللي كانوا بيستخدموها في جلمة أو في موقع جلمة، هنا كان بيستخدم أجزاء منها للسوائل، عشان محدش يسألني أو يعني في التفاصيل بتاعتها، أنا اللي أنا عرفته إن كان في جزء منها اللي بيستخدم في السوائل وجزء تاني على قد العمق، ده اللي انا عرفته يعني مؤخرا. تمام، ده طاولة القياس الخاصة بالأخوين كوسينيوس. ده سوق الأقمشة اللي كان بيتم فيه عرض الأقمشة، وكمان دي طاولة من الطاولات اللي كانت مستخدمة لعرض الأقمشة عليها. طبعا المنظر يعني أنا مش قادرة أقول لكم بالظبط المنظر، بجد بجد كان حلو جدا، فكرة أنكم واقفين في الموقع وحاسين بحركة السوق وحاسين بحركة التجار، ده كان من أهم المميزات اللي أنا كنت حاساها يوميا. أول المعابد اللي كانت موجودة في موقع جميلة هو معبد الإلهة فينوس، إلهة الحب والجمال عند الرومان، بتسويها عند اليونان أفروديت. طبعاً ده زي ما قلت لحضراتكم كده إن هي أول معبد في المنطقة أو أول مدينة في المنطقة
بتخصص معبد لإله واحد، ده كان معبد الإلهة فينوس، وده كده المعبد، وده المدخل الخاص بالمعبد. برضو ده معبد العائلة السفيرية أو معبد الإمبراطور سبتيميوس سيفيروس، اللي هو كان ليه أصل من شمال أفريقيا، كان أصله من المنطقة، فتم عبادته في المنطقة وإنشاء وتشييد معبد خاص به هو وعيلته في المنطقة. طبعا ده كان من أهم المعابد الموجودة هناك. أما بقى عن الحمامات الرومانية، اللي ما فيش مدينة في المنطقة تخلو من الحمامات الرومانية، وقد إيه بتظهر لنا إن سكان المنطقة كانوا مهتمين جدا 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 بفكرة السبا وفكرة الترويق على روحهم كل أسبوع، وإن الحمامات كانت زي ما بنقول كده ملتقى ثقافي وملتقى مجتمعي للطبقات الراقية وحتى اللي مش راقية. كان كل مدينة لازم يكون لها مجمع من الحمامات الرومانية، ويمكن في يعني في بعض المدن كانت بتوصل ل 40 حمام، 14 حمام، 15 حمام، فكان ده من أهم المعمار اللي كان موجود فيها. طبعا دي بعض بقايا الحمامات اللي كانت موجودة وبعض بقايا التراث الفني اللي هذه الحمامات، سواء من الخارج أو من الداخل. هنشوف مع بعض لوحات الموزايك اللي بتصور لنا مداخل الحمامات الرومانية. طبعا بقى داخل المتحف الخاص بمدينة جميلة، المتحف يعني أنا لما دخلته هو حاجة كده روعة، بمعنى الكلمة روعة. في كمية من اللوحات الموزايك اللي تم العثور عليها داخل المباني المعمارية في المدينة حاجة رائعة رائعة رائعة. أهم حاجة بتميز الموزايك اللي موجود في المدينة أو اللي تم العثور عليه أو اللي تم عرضه حاليا في المتحف، إن كان كل لوحة موزايك بتسمى باسم المنزل اللي اتوجدت فيه. ليه؟ لأن كان كل صاحب منزل بينقش اسمه في على جدران المنزل عشان يتعرف إن ده المنزل الخاص به. في ناس كانت بتنقش اسمها فبيتعرف اسم صاحب المنزل، وفي لوحات زي اللوحة اللي معانا دي اتقال عليها إن هي يعني تسمت باسم النقش اللي موجود على اللوحة. يعني اللوحة اللي معانا دي من داخل أو يعني بتسمى بلوحة الحمار المنتصر، تمام؟ ده يعني ده ترجمة النقش اللي موجود عليها باللاتينية، تمام؟ طبعا النقش حلو، يعني اللوحة نفسها حلوة جدا، لطيفة، والحمار ماشي هو بشكله بيضحك، فلطيفة جدا. طبعا أنا حوري لحضراتكم جودة بعض الموزايك اللي موجود فيها، بتصور أساطير رومانية وبحرية وديانوسز وبعض الآلهة وبعض الأساطير. طبعا أنا مش هدخل في التفاصيل قوي، بس أنا حابة أن حضراتكم تشوفوا جودة الموزايك نفسه، بعض اللوحات سواء أجزاء من لوحة كبيرة أو هي لوحات صغيرة تم وضعها في الغرف على قد مساحة معينة. طبعا هنا في مصارعة للحيوانات المفترسة، برضو دي لوحة تانية بشكل تاني، وهنا برضو دي كانت موجودة معانا في الأول تكملة ليها. ده شكل يعني أنا لكم أن تتخيلوا ده شكل الموزايك أو شكل لوحات الموزايك اللي موجودة في المتحف، من أول السقف لآخره، الحيطة كاملة بالعرض بالطول بكله. الموزايك رائع رائع رائع. وطبعا دي بعض المقتنيات الأثرية داخل الفاترينات، وهنا برضو بعض المنحوتات اللي تم تواجدها سواء داخل الفورم أو الحمامات أو داخل المنازل نفسها والقصور أو المعابد. طبعا دي بعض المقتنيات الأثرية اللي هي من العاج والإزاز وكده، ودي كمان بعض اللوحات الموزايك وبجانبها بعض المنحوتات، وهنا برضو معانا منحوتة، يعني رأس منحوتة من الرخام.
برضو هنا في زي مشغولات معدنية، دولاب بيوضح لنا المشغولات المعدنية، وطبعا الحيطة من أولها لآخرها في الخلف متغطية بالموزايك. طبعا هو الموزايك ده تم العثور عليه داخل المنازل وداخل المعمار أو داخل المباني المعمارية اللي موجودة في المدينة. طبعا ده كمان تمثال من الرخام، وهنا كده على الجنب هنلاقي بعض الأواني الفخارية، وده تمثال برضو من الرخام، يعني للإلهة فينوس بشكل كبير جدا، لأن تم العثور على يعني نفس التمثال دوت هنشوفه فيما بعد داخل متحف شرشال أو داخل موريتانيا. هنا برضو تكملة لبعض الموزايكس اللي موجودة، لوحات الموزايك، وهنا دي موزايك بتوضح كل جزء فيها، بيورينا حيوان أو طائر أو يعني ليها حكاية، كل جزء اللي فيها ليه حكاية معينة. وقدامه هنا بعض الأدوات اللي كانت بتستخدم للتجميل وللشعر وكده، دي كانت كلها من العاج. طبعا ما اقدرش ان انا ما اجيبش المنطقه في ايام التلج، واحنا حاليا في ايام التلج بالفعل، وتم ان هو نزل الخير عندهم زي ما بيقولوا لي عليه، جميله في ايام الجليد، متغطيه كلها جليد، منظر فوق 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 الرائع. طيب هندخل بقى على الموقع الثاني. طبعا هو معروف ان منطقة الجزائر أو منطقة بلاد المغرب القديم يعني تمجاد أو تمقاد. تمجاد هي من أهم المدن في الإمبراطورية الرومانية ومنطقة شمال إفريقيا. طبعا في تم تأسيسها عام 100 كمستعمرة، 100 ميلادي، كمستعمرة لقدامى المحاربين الرومان، وكان في عصر الإمبراطور تراجان. تطورت تمجاد على أحدث ما توصلت إليه العمارة الرومانية في بناء المعسكرات العسكرية، وما لبثت أن توسعت خارج أسوارها فيما بعد، حتى إن مبنى الكابيتول كان يقع خارج أسوار المدينة في منتصف القرن الثاني الميلادي، وتدل الطبقات السفلى إلى وجود تجمع كبير جدا في الأراضي النوميدية والتي تتبع الكنيسة الكاثوليكية المسيحية، يعني تم بناء تجمع أو مجمع بيزنطي فيما بعد. في حوالي 500 ميلادي دمرت المدينة إثر هجوم الأمازيغ من جبال الأوراس، واستغلها القائد البيزنطي سولومون استغل القائد البيزنطي سولومون مباني هذه المدينة في بناء حصن كبير في المنطقة. تم تدمير المدينة نهائيا في 700 ميلادي على إثر الفتح الإسلامي، وطبعا من حقها يعني، وزي ما هي معروفة في عام 82 ميلادي تم ضمها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. طبعا ده مسح للمنطقة ومسح للمدينة الرومانية. هيظهر معانا تجمعات لمباني، كل تجمع بيوضح لنا مباني معمارية معينة، أولهم طبعا وأهمهم هو قصر أو قوس النصر الخاص بالإمبراطور تراجان، وهو ثلاثي المدخل، وبعض التجمعات الدينية أو المسارح أو المنازل أو القصور، أو كمان البازيليكا أو الفورم أو الحمامات. فأنا لما رحت يوميها أنا ما كنتش عارفة أبتدي منين، ولا أروح فين، ولا أجي منين، ولا أعمل إيه. يعني هي كانت كبيرة جدا، طبعا هي أكبر من جميلة في المساحة، ويعني بجد بجد رائعة جدا. ده مجسم للمدينة، الصورة دي تم عرضها في بداية المحاضرة. ده بقى من تصويري أنا بعض المباني المعمارية وبعض أطلال المباني المعمارية اللي بتوضح لنا المدينة. ده كده اللي هناك خالص، دوت الكابيتول، كابيتول المدينة. يعني إيه كابيتول؟ المعبد الخاص بعبادة الثالوث الروماني اللي هو الإله جوبيتر جونو مينيرفا. ده كده كابيتول المدينة، تمام؟ يعني ده المبنى أو المعبد الخاص بعبادة الثالوث الروماني. طبعا حواليه هنا بعض المباني المعمارية، وأكيد هتكون مباني دينية.
ده قوس النصر عن قريب، ده من تصويري ثلاثي، ثلاثي المدخل طبعا باين في الأعمدة الموجودة، يعني كان مهتمين جدا جدا ببنائه. ده كابيتول المدينة عن قريب، ده السوق أو يعني المكان المخصص لبيع الأقمشة في الفورم الروماني وطاولات الأقمشة اللي بيتم، الطاولات اللي بيتم عليها عرض الأقمشة. طبعا أنا عايزة أسرع جدا، وده الفورم من ناحية تانية على واسع شوية، ده المسرح الروماني في المدينة. طبعا هو يعني مش متكامل قوي زي بتاع جميلة، ولكن بيدل برضو على إنه كان كبير مش صغير. ده المسرح من الداخل، وده مدخل المسرح. طبعا ده المتحف الخاص بمدينة تمجاد من الداخل، في بعض القطع الموزايك اللي اللي برضو خارجة من الموقع وخارجة من المدينة، وفي بعض المقتنيات الأثرية زي رؤوس للتماثيل من الرخام. طبعا ده مدخل الموقع نفسه من يعني من جهة معينة، يعني مش المدينة نفسها، ده المدخل الخاص بيها. طبعا شايفين صف الأعمدة اللي موجود والردهات، دي بعض القطع الأثرية، ده هنلاقيه كده تابوت وعليه بعض الزخارف اللي كانت معروفة في الفترة دي، جيرلاندات، بعض يعني تصوير لبعض الأشخاص، وبتحمل عناقيد العنب، دي بتكون تابعة للإله ديونيسوس الروماني أو الإله باخوس الروماني. طبعا كان بيتم عبادته بشكل كبير جدا 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 في المنطقة. ودي بعض يعني بعض التماثيل اللي موجودة في الجنينة أو في الحديقة المتحفية. طبعا ده واضح جدا إن هو برضو تمثال للإلهة فينوس. هو ده كان بيستخدم كنافورة أو حاجة بتطلع المية، نفس الوضع ده شفناه في تمجاد، وهتشوفوه برضو معايا في شرشال. طبعا تمجاد في أيام التلج، إن شاء الله ينزل التلج عليهم بالخير السنة دي. هندخل بقى على المواقع الرومانية أو المواقع والمتاحف الخاصة بمقاطعة موريتانيا. أول حاجة هنتكلم عن المتحف الخاص بمتحف شرشال. المتحف ده هو ده كان أساس دراستي في الدكتوراه. طبعا المتحف مر بمراحل كتيرة جدا. المتحف دوت قديما، الصور اللي مع حضراتكم ديت قديما قبل تطويره مرة تانية. أنا في تطويره مرة تانية أنا كنت من المحظوظين اللي كنت موجودة أثناء ترميم الآثار، وكمان شفته في ثوبه الجديد لما خلصوا ترميم وبدأ عرض بعض التماثيل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده المتحف يعني زاخر جدا 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 بالتماثيل الرومانية الرخامية. تمام، بعض قطع الموزايك، لكن النحت الروماني هناك في المنطقة كان عالي جدا جدا. طبعا أنا مش هدخل في تفاصيل وأتكلم على الآلهة، ولكن يعني عرفت وقتها إن يعني الرومان كانوا مسيطرين سيطرة كاملة في كل شيء في المنطقة في الوقت الخاص بيهم، سواء في الفكر الديني أو في حتى الفكر الفني. طبعا زي ما حضراتكم تعرفوا إن المنطقة تم الاهتمام بالفنون والثقافة بشكل كبير جدا، أو الاطلاع على العالم الخارجي أكتر مع تولي الملك يوبا الثاني حكم البلاد بعد رجوعه من روما واليونان. وطبعا شربوه هناك بعد التعليم النبلاء اللي هو يعني أخده حصل عليه بعد 25 سنة تقريبا من تواجده في روما. شرب بقى الثقافة الإغريقية والثقافة الرومانية جدا، ولما رجع نقل الثقافة ديت للمنطقة، فكان الاهتمام بالفنون عالي جدا 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 في بداية حكم الملك يوبا الثاني، وطبعا كمله ابنه بطلميوس. ولكن المنطقة سقطت في يد الرومان
بشكل خلاص رسمي وعلني جدا عام 40 ميلادي، وبعد كده أصبحت ولاية رومانية. ولكن هي مع وجود يوبا وابنه بطليموس حتى 40 ميلادي كانت تعتبر مملكة أو مملكة تضم للمقاطعة دي. تمام؟ لو بقى نتكلم على المتحف، فالمتحف طبعا زاخر بالتماثيل الرومانيه والتماثيل من الرخاميه من الرخام الابيض. بعض التماثيل لآلهه وبعضها للحكام والملوك الخاصين بالمنطقه، طبعا سواء بطليموس او ابو يوبا الثاني او بعض التماثيل الخاصه بحكام المنطقة وملوكها في عصور قديمة، تم عمل المنحوتات والبورتريهات والتماثيل ليهم فيما بعد. وكان كمان بيضم بعض بجانب العبادات الرومانية بعض العبادات الشرقية، زي اللي هنا كده قدامنا تمثال ل الإلهة كايبيلي أو سيبيلي، ولكن هي العلمي أكتر بتاعها كايبيلي. دي إلهة من الأناضول أو من هضبة الأناضول، يعني من آسيا الصغرى، تم عبادتها في المنطقة. وكمان بجانب العبادات الشرقية والتأثيرات الشرقية اللي ظهرت في المنطقة، ظهور لعبادة الثالوث السكندري إيزيس ترابيز حرب قراط في المنطقة كان بشكل موسع جدا في المقاطعتين موريتانيا ونوميديا، ودي كانت من أهم التأثيرات المصرية في المنطقة في العصر الروماني. طبعا هنا في بعض الصور بتوضح لنا أثناء ترميم بعض التماثيل. التمثال اللي قدام حضراتكم بالأخضر ده كان تمثال في بداية أو في مدخل المتحف لهيراكليس. برضو كمان بيضم بعض اللوحات، لوحات الموزايك، دي أجزاء منها ودي أجزاء من بعض اللوحات الخاصة بالموزايك. وكمان ده تمثال في المتحف للإلهة إيزيس وتمثال للإله باخوس، ده كانت من تصويري في وقت ترميم التماثيل. هندخل بقى على خامسا، الحاجة اللي قبل الأخيرة، متحف إسطيف. أنا متحف إسطيف يعني متحف من المتاحف الزاخرة جدا 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 بالآثار. اتكلمت عنه ليه؟ لأنه هو اتبعت مقاطعة موريتانيا وأخدت قسم خاص بيها في أواخر القرن الثالث ميلادي، وسميت بموريتانيا إسطيفية. تمام؟ إسطيف سابقا كانت سيتيفيس النوميدية، فيما بعد أو حاليا أصبحت إسطيف. متحف إسطيف من أهم المتاحف ومن أكثر المتاحف اللي بتتكلم عن المقتنيات الأثرية في المنطقة، وكمان بيميزوا إن المقتنيات الأثرية اللي موجودة فيه كل اللي تم العثور عليه في موقع إسطيف في المدينة أو في الولاية، واللي بيتم العثور عليه داخل مدن الولاية كلها. يعني ما ينفعش ان هو يتحط فيه حاجة خارجة عن حفاير الولاية. ده كان من اهم ما يميز متحف إسطيف. هنتكلم على بعض اللوحات النذرية وبعض المقتنيات الاثرية اللي كان اهمها اللوحات النذرية، اللي بتوضح لنا ازدهار عبادة او زي ما بنقول كده تبديل الأدوار. يعني إيه تبديل الأدوار؟ في العصر أو في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد كان بيتم عبادة الإله بعل حامون وتصدره كل العبادات في المنطقة في الفترة دي. تم تبديل الأدوار مع التدخل الروماني ومع الوجود الروماني في المنطقة، وإعطاء الدور للإله ساترن إله الزراعة أو إله الزمن الروماني، وتم إخضاع كمية من اللوحات النذرية والأنصاب الحجرية من الحجر الجيري اللي بتوضح لنا تصدر عبادة الإله ساترن في المنطقة. طبعاً دي بعض يعني الأنصاب اللي موجودة. أنا مش حابة أن أنا أدخل في الشرح المعماري قوي او الشرح الجمالي قوي، ولكن مثلا عشان بس حضراتكم تبقوا معايا كده في الصوره اللي في النصب من تحت، ده الاله ساترن بهيئته المتعارف عليها، وفوقه كده هنلاقي نقش كده موجود بيدل على ان هذا اللوحه او هذا الشاهد او هذا النصب
النذري مهدى للإله ساترن. معانا كمان يعني وجه طفل، أو مش وجه طفل، ده يعني شخصية أسطورية ومعاها أوراق الأكانوسيس اللي يعني بتضيف شكل جمالي للنصب التذكاري. ده برضو نصب تذكاري، نصب نذري آخر بيوضح لنا إن الشخص اللي شايل الطير على إيده ده والكبش بيهدي هذا كله أو هذا النصب للإله ساترن كنوع من التقرب للإله. برضو نفس الفكرة في النصب الآخر، ده صورة للشخص اللي بيهدي النصب للإله ساترن. برضو نفس الفكرة، ده شكل المعبد يوناني، الشكل السقف الجملوني أو الشكل الجملوني في مدخل المعبد، وعلى جانبين معانا العمودين اللي كان متعرف عليهم، والشخص ده اللي بيهدي هذا النصب للإله ساترن. برضو نوع تاني وشكل تاني بيوضح هنا معانا ان الاله وهو اللي في القسم اللي فوق ده بيقول يعني ممسك في ايده المنحل او الخليات النحل اللي عشان يعني انتاج العسل الابيض، وفي اليد الاخرى المنجل، وفي النصف التاني من او الجزء التاني من النصب بعض الاشخاص اللي بيهدوا هذا النذر للاله، معاهم الاسد ومعاهم كمان تقريبا حصان او ثور مش متذكره. ده كان يعني بيدل على القوه، وال القوة يعني علشان الإله يمدهم بالقوة والشجاعة في حياتهم. ده النصب الأخير ده كان من أهم التأثيرات المصرية اللي ظهرت في الأنصاب واللوحات النذرية اللي موجودة في المنطقة. يوضح معانا هنا زهرة اللوتس المصرية وكمان زهرة عباد الشمس، إنما اللي تحت دول زوج يعني شخص بيهدي للإله اللي هو واقف في الناحية التانية ده جنبه، والهيماتيو المغطي شعره بيهدي له حيوان كنوع من التقرب للإله. طبعا دي بعض المقتنيات الأثرية اللي بتوضح لنا الأواني الفخارية وكمان المسارك اللي كانت مستخدمة في الفترة ديت أو في المواقع هناك. طبعا في المنطقة الفخار ده كان ليه يعني خصوصيات شوية كده، يعني أي حد دارسي فخار ممكن جدا إن هو يستخدم الفخار في المنطقة وفي منطقة بلاد المغرب القديم كبحث. يعني أنا حابة إن الناس تبتدي إن هي تشتغل في المنطقة من ناحية البحث العلمي، هنلاقي موضوعات كتيرة جدا والمنطقة خصبة جدا 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 لعمل البحث العلمي واكتشاف حقائق للفترة اليونانية والرومانية في منطقة شمال أفريقيا. برضو دي بعض التماثيل من الأحجار، مش كل المنطقة كانت تستخدم الأحجار الحجر الرخام، بالعكس ده كان في تنوع في استخدام الأحجار سواء حجر جيري أو رملي، فكان في تنوع كبير جدا. يعني معانا تمثالين من الحجر الجيري أو الحجر الرملي بيوضحوا بعض الفنون أو فنون النحت في المنطقة. طبعا أنا بحاول أسرع على قد ما أقدر علشان الوقت. دي برضو بعض الأنصاب اللي كان متعارف عليها أو مهداة للإله ساترن، وده برضو بيصور الإله ساترن وبعض اللوحات الخاصة به. دي بقى دي خصوصية شوية، هي مش في الروماني فقط، بالعكس هي بتتبع العصر البيزنطي أو الحضارة البيزنطية في المنطقة. ده تابوت تم ونصب تذكاري، بس نصب تذكاري مختلف شوية، تم العثور عليه في المقبرة الشرقية في الصيف. تمام، بيمثل يعني سيدة وبعض الرموز البيزنطية، ولكن الفكرة وده اللي فوق ده الصندوق معاه رفات المتوفي أو الهيكل العظمي الخاص به العظم بتاعه. وهنا النصب التذكاري كانت القاعدة بتاعته فيها شكل الآنية أو أدوات الطعام في المنطقة، يعني في بيمثل لنا أدوات الطعام أو في أماكن لاستخدام الطعام أو وضع الطعام وأكله.
آخر حاجة بقى هنتكلم عليها، واللي يعني أنا حبيت إن أنا أختم بيها النهاردة، هي تي بازا. تي بازا الموقع الأثري الكامل على ساحل البحر المتوسط. طبعا أنا حبيت إن أنا أجيب الصورة الحلوة قوي قوي دي عشان أفتح نفسكم وإن أنتوا تروحوا المنطقة. دايما أنا كنت بقول عليها أول ما دخلتها إن هي بحر اسكندرية، معرفش كل الناس جات مصر ولا لأ، وأكيد في تجمع كبير من المصريين وحتى إخواننا العرب اللي موجودين. فمن أول ما بتدخلها دايما دايما بتقول عليها بحر اسكندرية. دي كانت أنا بالنسبة لي دي أهم المناطق، فأنا حبيت إن أنا أختم بيها علشان نختم بحاجة إيه لطيفة كده وساحلية وهوا حلو. تي بازا هي مدينة تتبع موريتانيا القيصرية، هي تاني أهم مدينة في المنطقة أو في المقاطعة، موجودة في بداية الشمال الغربي الجزائري، موجودة كلها على ساحل البحر المتوسط، وبتبتعد عن العاصمة حوالي 60 كيلو متر. طبعا هي كانت مدينة أو ميناء فينيقي في بداية الأمر، وبعد كده استخدمت في الفترة الفينيقية كأهم مستعمرة من المستعمرات التجارية التابعة لفينيقيا، وسميت بهذا الاسم لأنها تعتبر ممر بين مدينة الجزائر ومدينة أيول، يعني الجزائر العاصمة أولاً، بعد كده تيبازا، بعد كده شرشال. فغالباً كان ده كله من خلال البحر المتوسط. في العصر الروماني تحولت المدينة إلى مستعمرة رومانية، وفي حكم الإمبراطور كلاوديوس أصبحت تابعة إلى مدينة روما رسميا في 43 ميلادي، ده بعد مقتل بطليموس ابن آخر ملوك موريتانيا وآخر ملوك المنطقة، كان بطليموس ابن يوبا الثاني، وتم مقتله في 40 ميلادي. أصبحت طبعا لها مكانة كبيرة جدا من الناحية التجارية في القرن الثاني والثالث ميلادي، وكانت مميزة في مجال الفن والتعليم. تعتبر تيبازا واحدة من أكثر الآثار الرومانية شهرة في الجزائر، وتم تشييدها فوق 3 تلال صغيرة، وتمتعت بأهمية كبيرة كونها كانت محطة تجارية صغيرة، وتتميز باحتوائها على مجموعة من الآثار الفينيقية والرومانية والبيزنطية، وبالإضافة إلى احتوائها على المعالم الأثرية الأصلية. وطبعا من حقها يعني إن هي في 82 ميلادي تضم من لقائمة اليونسكو للتراث العالمي. طبعا أنا زي ما شايفين كده حضراتكم المنظر رائع جدا، هنا كده قدامنا بعض الآثار عشان ده كان مسح جوي للمنطقة، بعض الآثار اللي موجودة هنا هي على الشاطئ أو على الساحل ومنها على البحر مباشرة. طبعا ده فيديو كده للمدينة سريعا، يعني أنا هحاول إن أنا أمشي فيه سريعا أهو، يعني دي بعض الآثار اللي موجودة أهو، يعني دي بعض الآثار، وأدي البحر المتوسط أهو أهو. ودي بعض الآثار الموجودة داخلها، دي بعض الأطلال الأعمدة الخاصة بالمباني داخل المدينة. طيب كفاية كده في على الفيديو، وهندخل بقى على الآثار الموجودة فيها مباشرة. أول حاجة كانت بتتميز بوجود طريق الكاردو ماكسيموس، يعني الشارع الطولي والعرضي، وده جزء أو الشارع اللي بيؤدي إلى ساحل البحر المتوسط مباشرة. ده بعض المباني الموجودة الخاصة بمصادر المياه أو النافورة، وده اللي هنا ده كده على جنب ده معبد. هو المعبد يعني مش ملاقوش في ناحية معمارية قوي أو معابد بتقول هي لمين الآلهة مين بعينهم، لكن أنا تحليلي الشخصي للموقف بما إن هي على ساحل البحر المتوسط فهي أكيد 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 خاص بالآلهة الخاصة ب أو المسؤولة عن البحار، ممكن بيسايدون، فينوس، النيريدات أو حوريات البحر.
طبعاً دي البازيليكا، وده كمان يعني هو المسرح بتاعها مش كبير قوي، ولكن دي بعض الأطلال في أطلال المباني المعمارية في المنطقة. وده طبعاً الحمامات، زي ما قلت لحضراتكم قد إيه الحمامات مهمة في المدن المعمارية الموجودة داخل المنطقة. طبعاً دي بعض أو أجزاء من الحمامات. دي طبعاً المنازل كانت راقية جداً، وكان يعني مستوى التجهيزات فيها عالي جدا. ده بعض يعني بعض الاشكال للمنازل الموجوده هناك والعمارتها، ويعني في الارض هنا كده في لوحات الموزايك اللي كانت بتغطي ارضيات المنازل. طبعا حضراتكم تتخيلوا ان المنزل اهو، وادي شط البحر اهو، يعني منظر رائع رائع يعني. طبعا بقى يعني دايما دايما بقول المقابر اللي على شط بحر او شط البحر المتوسط، ادي اجزاء واشكال من المقابر وبعض عماره المقابر. طبعا انا لكم ان تتخيلوا ان هي قد ايه موتة ترد الروح، يعني ادي السماء زرقاء والبحر يجنن والخضار في التلال حواليهم، فيعني الميت من حقه ان هو يموت وهو مرتاح نفسيا. آخر بقى حاجة في العمارة اللي موجودة داخل المدينة هو الأمفيتياتر والضريح الملكي الموريتاني الخاص بالعائلة المالكة أو عائلة الملك يوبا الثاني وزوجته كليوباترا سيليني، اللي هي بالمناسبة بنت كليوباترا السابعة اللي كانت بتحكم مصر، وابنهم الملك بطليموس ابنهم. طبعا ده كان يعني من اهم الاضرحه اللي موجوده في المنطقه، وكان من اغناها كمان. اخر حاجه بقى يعني شكل نحت بارز لتابوت داخل متحف طباطا، ده اكتر حاجه لفتت نظري هناك. النحت البارز دوت بيوضح بعض المخلوقات البحريه الاسطوريه الرومانيه اللي كان متعارف عليها واليونانيه، زي الحوريات البحر وكمان كنتاوروس البحر، وممسكين بصدفه داخلها صوره للمتوفي داخل هذا التابوت. طبعا النحت فوق رائع، نحت بارز رائع مهتم بكل التفاصيل، ومعاه بعض الكائنات البحريه، وكمان معانا كمان إيروس وهو بالأجنحة والكنتاوروس، وبعض هنا كده أدي الفرس. فده يعني دوت من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري في متحف تيبازا. أخيرا بقى وليس آخرا إن شاء الله، يعني أتمنى إن المحاضرة دي تكون بداية خير للمنطقة، وكمان بداية تفكير أو اتجاه علمي في مجالنا، مجال الآثار اليونانية والرومانية للمنطقة. طبعا كانت من أهم المراجع اللي أنا يعني قلتها أو استخدمتها في أول ما تم عرض الموضوع عليا من أيام الماجستير، هو مرجع أستاذي وأستاذ الأساتذة والأجيال كلها دكتور عزت زكي قدوس. هو أستاذ الآثار اليونانية والرومانية جامعة اسكندرية، مشرفي على الماجستير والدكتوراه، ليه كتاب عن الآثار في العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني القسم الإفريقي، وهو كان متكلم عن المواقع ديت بشكل مفصل. يمكن هو كان المرجع الوحيد والدليل الوحيد اللي أنا كنت ماشية عليه وطلع بالضبط حتى جغرافيا. طبعا أنا بتوجه له بالشكر، هو وأستاذي الألماني دكتور أخيم ليشتنبرجر، مدير المعهد للدراسات الكلاسيكية في جامعة ناصر بألمانيا. طبعا هما كانوا من أهم الشخصيات اللي وقفوا جنبي لاستكمال هذا البحث واستكمال دراستي. وطبعا ليا يعني رسالتين متكلمة عنهم، متواضعين جدا، ماجستير ودكتوراه متكلمين عن موضوع، هما بالفعل موجودين على النت، حضراتكم تقدروا ترجعوا لهم للاستفادة في المعلومات. وكمان بعض المراجع اللي تم أخذ منها أخذ المخططات الخاصة بالمواقع الأثرية واللي قالت لي عليها وجابتهم لي لغاية عندي. طبعا بشكرها جدا 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 دكتورة شادية خلف الله مديرة متحف الصيف الحالية.
ولكم مني كل الشكر والتقدير، ولكل الناس اللي معانا والهيئة الشارقة، الناس اللي حابة إن هي تكمل المحاضرة للآخر. وأكيد أكيد الشكر موصول لبلدي وأهلي في الجزائر. أتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم ولكل الحضور، وشكرا جزيلا جدا جدا، وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم. طيب أنا كده خلصت. شكرا دكتور هند، يعطيك العافيه على المحاضره الخيره والمعلومات المهمه والرائعه اللي اعطيتينا اياها، وعرفنا فيها معلومات جدا مهمه عن تاريخ حضارات مهمه. الان بنفتح باب الاسئله والنقاش، وممكن بس قبل الاسئله الاخوه الحضور تعبئه الاستبيان بمدى الرضا عن محاضراتنا لاجل تحسينها ان شاء الله بالمستقبل. نفتح باب المشاركه، تفضلوا. في عندنا مداخلة من الدكتورة لطيفة، الدكتورة لطيفة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بشكر حضرتكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير على الإتاحة، وبشكر الشارقة كثير الشكر، والدكتورة هند. أنا الدكتورة حضرتي الدكتورة لطفية التهامي من ليبيا من مصراتة. أهلا وسهلا دكتورة. الله يخليك، تسلم يا رب. سؤالي أو إضافتي بعد إذن حضرتك يا دكتور، اللي هي الدكتورة اتكلمت عليه العديد من المواقع الأثرية في الغرب، من بينها عنابة وتماقة وجميلة وسطيف وتيبسة، هنا كأنها بتتكلم على مواقع أثرية في ليبيا عندنا، خاصة تبازة وتماقة، هذه سبحان الله يعني نفس التنسيق اللي حضرة الدكتورة تكلمت عليه، ونتمنى إنها تزور ليبيا وتشوف وتدير مقارنة في لبدة وصبراتة. كذلك عنابة كأنها بتتكلم على قرطاجة، خاصة لما أسسها الفينيقيون في على هضبة بيرسا. كذلك الآلهة تاع الحمون وتانيت وعبادتهم والمعابد. لاحظ كذلك هنا لا يوجد اختلاف في بنائهم للمدن، سواء كان في قواص النصر، في البازيليكا، في الحمامات، في الأجورة، في المنازل، في الأسواق، في المعابد. هذه بالنسبة إلى ما وديت أني ننوه له. سؤالي هنا يا دكتورة، تكلمتي حضرتك على زهرة عباد الشمس، ماذا تقصدين يعني هنا وظيفتها عباد الشمس؟ هل هي نفس وظيفة زهرة اللوتس أم نبات السلفيوم عندنا في ليبيا؟ كذلك هنا دكتورة تكلمتي على يوجد بعض اللوحات الندرية وشواهد القبور بالحجر الجيري، هل في منها حجر رملي وفخار أم يكتف بالحجر الجيري؟ ولماذا الحجر الجيري دورا عن الفخار، وكان الفخار في ذلك الوقت أكثر استعمالا؟ وهذه أسئلتي، وبارك الله فيكم، وأشكر حضرتك يا دكتور وحاضر والدكتورة هند. تمام. بصي، هو مبدئيا كده يعني زهرة اللوتس أو عباد الشمس فهي كانت رموز مصرية في الحضارة المصرية القديمة. أنا مش ملمة قوي بوظيفتها في الفترة دي، لكن أنا أعرف ومتأكدة إن هي كانت من أبرز الرموز الزخرفية اللي كانت تستخدم في الحضارة المصرية. بالنسبة لاستخدامهم للحجر الجيري أو لغيره، لا تقريبا كل إلا من رحم ربي، ممكن يعني نصبين تلاقي يعني في اللي أنا قابلتهم، بس كان في كل الأنصاب أو كل اللوحات النذرية كان مستخدم الحجر الجيري بشكل يعني كبير جدا. ممكن نلاقي حجر رمل، لكن الحجر الجيري كان أكتر. تمام. بس بالنسبة بقى للمواقع اللي موجودة في ليبيا، فيا جماعة أنا دايما كل ما بتكلم على المنطقة، أنا عارفة إن ليبيا وتونس فيهم مواقع كتير وفيهم شغل كتير وفيهم آثار كتيرة، عارفة والله العظيم، ولكن اللي أنا شايفة إن محتاجين إن إحنا نركز عليها ويعني نعرض آثارها ونعرض حضارتها، اللي هي زي ما حضرتك قلتي كده، هي لا تقل أهمية عن ليبيا وعن تونس.
تمام، وعن الاثار اللي موجوده هناك. فمن حقها ان الناس تعرف برضو المواقع الاثريه اللي موجوده هناك وقد ايه هي غنيه، يعني غنيه جدا 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 وارض خصبه جدا. انما يعني في ليبيا مثلا تم عمل ابحاث كتير جدا وتم عمل رسائل كتير جدا جدا عن ليبيا، فمتهيألي ان الجزائر برضو لازم تاخد حقها والمواقع اللي موجوده فيها لازم تاخد حقها من الدراسه زيهم.